غير تركوا هم تركوا غير شيء فيه مدخلين هي تركوا ما تغير شيء فيها. التايمر وظيفته بتكون اليوم اكسلريشن نشغله شغل عندك النار شغله ايوه اشغله نقر جاهز نحطه على وظيفة اكسلريشن. هون عندي الفانكشن هاي وظيفة اكسلريشن شايفينها وظيفة اكسلريشن عشان يعطينا الاكسلريشن بيعطينا ثلاث ازمنة. هاي جاهز تايمر هاي الفوتوجيت الاولى هاي الفوتوجيت الثانية وهاي الجريدر. الجريدر طبعا احنا نعطيك كتلتها في ميزان الناس بنسجل لك اياها لكل مجموعة بدك تختلف فروقات بسيطة. والدلو هذا الدلو اللي هو بده يكون هانجينج ماس هو 4.5 غرام مشان نزيد نحط عليه اخرى 20 غرام يعني صار 24.5 تقدر تكون 25 اذا بدك مش مشكله تمام. هاي واضحه بس هاي الجريدر في البدايه فيش عليها كتل مضافه فيش عليها بنثبتها بهذا الشكل ثبتها بهذا الشكل تمام. بدنا نخلي مكان ثابت تتحرك منه الجريدر اقرب مسافه زي ما حكيت لكم هذيك المره اقرب مسافه وهي المسافه بتضلها ثابته اقرب مسافه على الفوتوجيت انت بتحط لك اشاره لها وخلص. هسه شو بدنا نقيسها؟ كيف بدنا نقيس الزمن؟ الان الكتله المضافه صفر اللي هي بنعبي احنا العمود الاول بعدها بنحط 10 غرام هاي الكتلة عندي موجودة بعدها بنحط 10 غرام 10 بعدها بنحط 20 هاي 20 بعدها بنحط 30 ثنتين هذول مع بعض بعدها بنحط 40 بعدها بنحط 50 عندي كل هذول يعني احنا الصفر. كل اللي بنعمله الهانجي ما ثابتة 24.5 الجريدر ثابتة اللي بدنا نغيره فقط الكتله المضافه بس القوه ثابته. شو عرفنا القوه ثابته؟ انهي القوه؟ انهي هون الفورس اللي بتسحب؟ معلقه شو بتي؟ معلقه هي هاي اللي بتسحب هاي رح تكون ثابته بغيرش. اه طبعا في البارت 1 في البارت 2 رح نغيرها في البارت 1 بتضلها ثابته التغيير فقط للكتله بس رسمة الشكل فقط لا غير المضخه تحط ايدك هون مشان ما تخلعش هذا يلا شغل المضخه انت شغل عمود شغل يلا بسم الله الرحمن الرحيم خلص بس طيب بلش اعطيك الازمنه هاي اصبر علي الابن الاول بلش هاي 600 شوي هاي الزمن الاول هاي فرجيكم اياه فرجيكم للجميع هاي الزمن هاي الزمن الثاني 50 و 43% ملي سكند طبعا هاي الزمن بين تي 3 652 هاي عادي ضل عيد فيه ما تخافش هاي الزمن الاول تي 1 211 كل 212 ملي سكند هاي 50.5 ملي سكند هي تي 2 هاي تي 3 652 خلاص هاي بنصفر الان لما نصفر هاي صفرنا نيجي نجيب الكتلة 10 غرام 10 غرام ماشي 10 غرام نحطه هون نرفع الجريدر رفع رفع مش سحب عشان ما نخشطش الاكتراك بنقرب على نفس المسافة ونشغل المضخ شوي هون تأكد انه فوق المضخ رد طول الزمن صح؟ بعرفش هذا بدي يبين معك بسم الله الرحمن الرحيم يلا شغل هاي لازم نصير اجت تيجي مره ثانيه هاي 669 هاي الاولى يلا هاي الاولى 217 218 هسه الثانيه 21 7 بين ال تي 3 669 على فكرة النتائج التجربة دقيقة جدا
وبتطلع نتائج حلوه فعلا. روح اعملوا هذا الجزء.